حاجات تجرب، هي حاجات انسان تربى في منتوج معين في بيئه معينه. الرب ما هوش مجرد منتوج معناتها توجد عنا نحن كبيرات، هو موروث ثقافي كامل. علاقتي بيه بدات من انا صغيره، حليت عيني نلقاه موجود في الفامينا، نلقاه موجود في كل ما هو كبيري. الحكايه بدات في 2014، كانت البدايه بتاع فكره المشروع. بعدين تقصت على خاطر صعيب برشا باش تدخل ثقافه تنساد وستيل دو في واحد اخر. قعدت مقصوصه الحكايه هذيك. بعدين اتصلت بها مدام سلوى ومدام جزية احمد وقالت لي علاش ما انت عندك البروجي في مخك، علاش ما تحاولش انك تعمله. باهي، باش نحكي على البروجي. البروجي هو مش بتاعي انا، هو بروجي بلوس كانه ماهوش نتاع منتوج باش يتباع ويتشري، هو بروجي نتاع ثقافه كامل. معناتها هو نتاع مجموعه نتاع نساء، انا فقط نشرف عليه دونز ان كادر باش يولي ان كادر اسوسياتيف. بلوس من كوننا نحاولوا نروجوه والا نبيعوه، احنا نحاولوا نرجعوا ثقافه تونسيه قديمه تنسيق، اللي هي اثبت معناتها علميا وقاعد يثبت نتاعها عند الغرب انه هذه سي ان ستيل دو في ناتوريل اللي يعطي صحه جيده. معناتها هو مكمل وخير من السكر. انا نعرف الرب بطريقه تراديسيونيل، مي في الطريقه التراديسيونيل فما ديما ان فويت نتاع البرودوي. يعني كي تجي تحسب التكلفه مع الانتاج تبقى روحك ديما عندك ان فويت. دونك كنا محتاجين نعرفوا الفويت هذيك فين. في التكوين عرفنا انا ونسالي معايا الفويت اللي قاعده تصير وين. توصل المشروع بشوية شوية. بعدين وصلنا لدرجة إن فهمنا إنه التمر ماهوش فقط رب. التمر نستغلوه ونخرجوا منه فرينة، بعد ما نطيبوا به الرب نعملوا به معجون، نعملوا به قهوة، نعملوا به سكر. دونك خلقنا من مجرد منتوج تقليدي المجموعة من المنتوجات الأخرين، مشاريع أخرى تقريبا. معناتها إحنا وتقدير فرد فكرة تقريبا تبعت فرشة على بعضها. و 6 بوان دو فونت للنساء اللي يحبوا يعملوا منه نهار اخر مشروع نسائي هو التسويق. انك تمشي تعمل في معرض والا انك تتنقل والا انك تكري محل تطلب برشا فلوس. والنساء في البدايه بداهم ما ينجموش اللي توفروا ما غيرش فيزا انها توفر فضاء في اكثر من منتوج واحد في مكان قار، ينجموا النساء يجيبوا يحطوا منتوجهم ويتباع. هذه الحاجه اللي توفرها لهم، معناتها تنحي لهم الشارج هذاك بتاع التصميم وين باش نعرض، وين باش نبيع، كيفاش باش نوصل منتوجي.